ليس من باب الصدفة أن يقع الاختيار في بلدة بيئوت لرئاسة البلدية على الأستاذ عصام زينون، هذا الرجل الذي امتهن الشأن العام منذ شبابه ويعرف جيدا وحلا ونثب هذه البلدة. ووصوله إلى سدة الرئاسة في بيئوت كان تحديا مع نفسه وليس مع الآخرين، لأن البلدة كانت تحتاج إلى عمل دؤوب ومنتظم للنهوض بها وجعلها كما هي اليوم، بلدة نموذجية في السكن والصناعة والتجارة وللحفاظ على انسجام مكوناتها الحزبية والطائفية. عصام زينون سخر كل طاقاته ومعارفه وعلاقاته من أجل بيئوت أفضل. هو المؤمن بأن الانسجام بين البلدية والرعية ينتج نجاحا على كافة المستويات، فمن دعم الكنائس والجمعيات إلى البنى التحتية وصيانة الأرصفة والإنارة والطرقات، ولتنظيم المهرجانات والنشاطات، مسيرة مستمرة منذ سنوات في النجاح والتألق والعطاء. حلقة اليوم من بلدية والرعية نطلع خلالها من رئيس بلدية بيئوت الأستاذ الصديق عصام زينون على معظم المشاريع الحالية والمستقبلية وكل الإنجازات لهذا الموسم، موسم الاصطياف والأعياد المقبلة. رئيس بلدية بيئوت عصام زينون، أهلا وسهلا فيك بهذه الحلقة الجديدة والمميزة من برنامج بلدية ورعية عبر شاشة نور الشرق. أنا بشكرك بدوري أستاذ مروان وعلى المقدمة الحلوة اللي هيدا أنت أستاذ عصام. نحن بالبرنامج اليوم على قدر ما يكون الريس منسجم مع الكنيسة، يعني يكون البلدية منسجمة مع الرعية، على قدر ما بيكون عندنا مادة دسمة انه نشتغل فيها بهاي الحلقة، لانه هيدا هدف البرنامج، هدف اليوم انه رؤساء البلديات اللي بيهتموا بالحجر والبشر، وطبعا اهتمام بالبشر هو جزء منه كبير اهتمام بالرعية، لانه الرعية هي راعية البشر. رح شوف انا وياك قبل ما نبلش ونغوص بحلقتنا وبكل امور وشجون وشؤون بيئوت، رح نفوت على ريبورتاج مميز بفرجينا رعية بيئوت وبلدية بيئوت. عندما نتحدث عن بلديات المتن وخاصة ساحل المتن الشمالي، لا نستطيع إلا أن نقارب الموضوع من كل جوانبه الديموغرافية والإنمائية وحتى السياسية. بيئوت بلدة تختزن طاقات بشرية تحتاج لقيادة حكيمة وتنظيم واضح لكي تترجم هذه الطاقة في الإنماء والتطور والازدهار. هذا ما تحتاجه بيئوت، وهذا ما يقوم به اليوم رئيس البلدية الأستاذ عصام زينون، الذي واكب بيئوت منذ زمن ويعرف عن كثب احتياجات بلدته ومتطلبات أهلها وسكانها، فسعى جاهدا منذ وصوله إلى سدة الرئاسة في بيئوت إلى وضع نصب عينيه أهدافا واضحة عمل عليها منذ انتخابه، وسخر كل طاقاته ومعارفه لإنجاز ما تطلبه منه المسؤولية العامة. عصام زينون يؤمن بالتعاون والمشاركة بين كل مكونات بيئوت السياسية والطائفية والحزبية، وهو ابن الكنيسة، ويؤمن بالتعاون الكامل بين البلدية والرعية وتكاملهما، فالدعم الكامل لرعية سيدة النجاة وترميم مميز للكنيسة الأثرية لسيدة النجاة والتفاتة خاصة لمزار الأم الحزينة العجائبي شفيعة بيئوت. أما لدير سيدة البير في بيئوت نظرة خاصة، وهو الذي احتضن اجتماعات الجبهة اللبنانية. وعلى هامش النشاطات الرعوية والدينية في بيئوت، تلعب الجمعيات ذات الصلة بالتعاون مع البلدية دورا هاما، وهما جمعية أيادينا الخيرية وجمعية إيراب. ففي بيئوت الإنماء يبدأ من المبنى البلدي إلى الحديقة العامة والشارع الأساسي قرب البلدية ومدخل بيئوت من جهة بصليم، والأرصفة الجديدة التي هي قيد الإنشاء، وصالون كنيسة السيدة وطرقات المعبدة حديثا، ناهيك عن ترميم الشوارع والأبنية في بيئوت من أجل تسهيل معرفة العناوين، وغرفة المراقبة بأحدث كاميرات التصوير من أجل الحفاظ على أمن واستقرار بيئوت، وهذا يترافق مع دوريات نهارية وليلية لشرطة بيئوت وحرسها.
وللبيئة في بيئوت اهتمام خاص لكي لا تكون صناعة طاغية على الخضار في البلدة. فمن هنا كانت حملات التشجير الدائمة للبلدية والمخطط التوجيهي الذي فرض على المباني الجديدة نسبة معينة من التشجير. بيئوت تسعى ببلديتها ورعيتها بأن تكون من البلدات النموذجية المنظمة في السكن والصناعة والتجارة. إذن رئيس حسام، هيدي بيقود منطقة جغرافيا كبيرة بدها شغل كتير، فيها انسجام بين البلدية والرعية. قبل ما نفوت بكل هالمواضيع بدنا نبلش معك من الأول، النقطة الأساس اللي هي بتقول إنه لو ما كنت أنت مؤمن، لو ما كنت ابن كنيسة، يمكن ما كان عندك هالحماسة وهالاندفاع للشأن العام وللخدمة العامة وللتطوع مثل ما عامل انت اليوم ببيقوت. بدي هيك يعني لمحة صغيرة وحلوة وفيها نوستالجيا عن نشأتك المدرسية والكنسية وإلى آخره، وكيف كنت تتعاطى بهالمواضيع؟ هل كنت ملتزم؟ هل كنت تروح على القداس كل أحد؟ هل أهلك كانوا يعني تربيتك نشأتك المسيحية؟ أستاذ مروان، أول ما حضرتك قلت لي عن الحلقة بدك تستضيفني فيها، أنا لملفتني عنوان بلدية ورعية، يمكن هذا اللي دفعني اتشجع اكثر انه اجي على التلفزيون الحلو نور الشرق اللي عم ينشر التعاليم المسيحية وتعليمنا اللي نحن بحاجة لها وترجمتها بقى حياتنا اليومية العملية. اكيد، لانه هذا لازم نضوي عليه نحن، لانه الايمان هو اساس كل شيء. صحيح، ايمان مش بدوري بس الايمان الديني، ايمان بالنفس، الإيمان بالعمل اللي أنت عم تشتغل، الإيمان بالشخص، إيمان بضايقتك، إيمان بالعمل. أهم شيء أنه أنت يكون عندك إيمان بالشيء اللي أنت بدك تعمله تتقدر تعمله مظبوط وتيطلع حلو. بلا إيمان ما في شيء طبعاً، بكل شيء. مشان هيك أنا بشكرك وبشكر إذاعة طول الشرق اللي عم تضوي على هالموضوع بالذات ما بين البلديات والرعية، تنطلع بقى من انه نحن بنجي من بس بنطلع على الحجر اللي نحن عم نحطه على الطريق وعلى هذا الزفت. هذا شيء اساسي نحن بنعرفه، بس الروحانيات كمان اساسيه، والتعامل ما بين الناس ما بين المسؤول ورعيته، ما بدنا نخرب بس دينيا كمان. صحيح، بالبلديه ما هو الناس وهذا الشعب هو رعيه البلديه طبعا. ما انا ما بفرق ما بين الرعيه الدينيه وبين الرعيه البلديه. ما هي الرعيه تختزن يعني موضوعين، الرعيه يعني البشر ويعني الاهتمام بشؤونهم وبشجونهم. هون كمان هنا هي موضوعين متشابكين ما بينفصلوا ابدا، لان احنا ايه بدنا اذا هن مفصولين شوي من موضوعنا معنا ما نحاول نشبكهم تنحط صوره واضحه عن طريقه تصرفنا نحن خاصه ببيوت. بنحكي عن شخصنا وعن المجلس البلدي لانه في نفس الرؤيه ما بيني وما بين المجلس البلدي، ونحن ايد بايد كل شيء عم نشتغله. ما عم بشتغله انا منفردا كرئيس بلديه، نحن عم نشتغل كبلديه كمجلس بلدي كموظفين كشرطه كجوبات، كلنا عم نتعاون سوا تيطلع هذا الشغل. هلا بدنا نرجع نتفي رجع مبدئيا يعني بدي رجعك على شيء له علاقه فيك بشخصك استاذ عصام. بدنا نبلش فيه الحلقه، نشاتك المسيحيه. انا انسان متدين، متدين جدا مش متعصب طبعا، يعني متدين يعني ملتزم كنسيا ودينيا. خاصه انا هيدي يمكن ورثها من بيي ومن امي، لانه بيي كان وكيل وقف لمده 40-50 سنة، ما بعرف قديه مع عدينا سنين الله يرحمه. يعني انتوا الكنيسة اولاد عم. نحن بنعتبر الكنيسة اكثر من بيتنا، بنعتبرها شقفة منا، لانه كل شيء صار ببيقود بالنسبة للوقف، ان كان بنيان وان كان نشاط، كان المرحوم الوالد هو اللي عم بيشتغل فيه، له اليد فيه. مرق كثير كهنة على بيقود، كان وضل الوالد وال وشو بيقولوا مجلس الرعية، لجنة الوقف، ضلوا سنين وسنين كلهم عم يتشاركوا بهالموضوع. ونحن ربينا على شيء، كنا نرافق الوالد على الكنيسة، نقعد وين بيقعد، نجرب نخدم مثل ما هو بيخدم، يعني عايشينا وحاسين فيها. خاصة كنيسة أم الحزينة اللي بتعني لنا شغلات كثيرة، نحن خاصة ببيقوت، مش لألي بس، لكل أهل بيقوت، هي شفيعة أهل بيقوت. ونحن كثير بنحب هذا مزار، يعني كثير متعلقين فيه، وخاصة بيتنا اللي هو متعلق فيه كثير، لأنه بنحس إنه تعبانين، الوالد تعبان ونحن حده عم نشوفه، هذا شيء مأثر فينا. هو الواحد كيف يتربى وبيكمل
بتفوق على اول قربانتك ريس؟ لا هي صعبه. صعبه تفوق عليها. بعتقد اول قربانه عملتها انا بالكنيسه القديمه، في عندنا كنيسه اثريه عمرها شي 200 سنه. كنيسه السيده اللي رح نحكي عنها. كنيسه السيده هلا بنحكي عنها. كنيسه السيده اول ما اجوا بتزينون كانت اشطلان بيعود، هي منطقه زراعيه للامراء اللمعيين. اجوا بتزينون اشتغلوا كفلاحين مثل كل الناس الموارنه من زمان، واستملكوا بعدين بهالرعية. اول ما اجوا بتزينون حاولوا يعمروا الرعيه، هن كانوا اربع اخوه خمس اخوه بتزينون، عمروها هن يعني حجر وحجر وقت فراغهم. هيدي بتعني لنا يعني هي اساس الضيعه، هي للرعيه، هي الكنيسه، يعني نشات بيقوت من شي 250 سنه. كنيسه الاباء الكنيسه عمرها 200 سنه واكثر، ما بنعرف تاريخها مزبوط. يعني كان التزامن ما بين وجود بيقوت وما بين وجود كنيسه السيده بيقوت الاثريه، يعني حوالي 1800 عمرها او 1750 ما بعرف على التحديد، ما عندنا مش موثقه يعني. نعم. بس نحن بنجي بنحسبهم على بعضهم، امتين اجى جد جد جدي وكذا، بنشوفهم هذا المواضيع. نحن بنفتقر للتوثيق بهذا الموضوع، هذا شيء ما منيح. مش هيك نحن كل شيء عن بيقوت حاولنا انه نعمل دليل. من شيء ثلاث سنين عملناه بمناسبة يوبيل الخمسين لإنشاء البلدية. نعم. حطينا فيه كل المعلومات الممكن أنه يعني تعرفها عن بيقوت، واللي قدرنا توصلنا له بالممكن، لأنه ما في تاريخ مكتوب ما قدرنا توصلنا له مزبوط عن بيقوت. عشان هيك أنا بحس أنه الرعية أنا وأنا الرعية، يعني حلو. كل شيء بخص الوقف كان من نشاط او كان من مباني او كان من انشاءات، اي شغله كانت بحسها كانه هيدي بيتي جوا الصالون والسهره وكذا، هودي نحن بنعتبرهم، بنعتبر الكنيسه هي. وانا يعني تقريبا كل احد انا بسمع قداس، بحب اقرا الرساله كثير. وانت قارئ دائم يعني؟ انا يعني بعرف تقريباً. عنك رئيس عصام انه اذا عندك ربع ساعه بيكون في كتاب حدك بتفتحه وبتقرا. شو بتقرا؟ بحب اقرا الاشياء التاريخيه والفلسفيه والدينيه، يعني بحب اعرف مش بس عن دين، عن ديني انا شو هو، بحب اعرف عن الاديان كلها تانه يكون عندي فكره. طب كيف بدي اعرف انه انا ديني مقتنع فيه اذا ما بعرف غير دين شو هو؟ ميز يعني شغله حلو تكون بتامن، لانه يعني الايمان اصلا هو ايمان مش دوري بمعرفه تفكر يعني تحلل، بس حلو كمان انه تكون تعرف وتامن. هذا ايمانك بيصير متجذر اكثر وبيصير ثابت اكثر، وانا بسعى لهذا الموضوع. رئيس عصام، جوهر ايماننا المسيح اليوم هو المحبه والتسامح. بيقود موزايك مثل الموزايك اللبناني، يعني فيها من اخواننا الشيعة، فيها مسيحيين، ضيعه ما فيها تفرقه ابدا، العيش المشترك مزدهر في بيقوت. حضرتك لا تفرق بين أي من أبناء بيقوت وحتى ساكني بيقوت، عندك كل الناس تحت القانون وكل الناس بتجمعك فيهم صداقة ومحبة. منذ فترة وجيزة يعني من 4-5 أيام أو أسبوع معين حصلت بمنزلك مصالحة معينة بين أهل بيقوت. بتحب هذا النموذج؟ يعني تحب تلعب دور شيخ الصلاح، او هيدا ايمانا منك انه المحبه والتسامح لازم يسود بالضيعه؟ انا ما بحب العب ولا دور. انا بحب اتصرف عادي يعني باخلاقي عفويه ما بحاول انا مثل انه انا شيخ صلح بدي اجمع حدا ولا. سبق وصار في حادثه بين شباب مسيحيه وشيعة، يعني بنتاسف نقول هالكلام يعني، بس لانه الاعلام بياخذها دائما بلبنان على هالطريقه. نحن بنعتبرهم انه هودي لا، هودي مكون من النسيج اللبناني، والنسيج البيقوتي مثل النسيج اللبناني، نحن يعني الوطن والعائلة. صار في مشاكل فعل وصار في ردة فعل. هلا قدرنا مع مشاكلين لكل الجهات اللي تعاونت معنا انه نقدر نجمعهم ببيتنا، نرجع ونعمل لهم صلحة. وانا بتمنى انه يعني الناس ما تشوفها انه شيء كبير، لا هذا شيء عادي. كل ما تخانق اثنين اخوه بيتخانقوا بين الاخوه بيصلحهم بينهم. اوكي، بده يصلحهم حدا يعني بالنتيجه وبالوقت المناسب. ما فيك تعمل صلحه بوقت غير مناسب. نحن شفنا انه الوقت صار مناسب وعملنا صلحه بين الاثنين، ونشكر الله. بس انه انا ما بحب هيدي العب دور والعب دور، لا لا عادي، تصرفي عادي. مشان هيك
هيدي رجعنا للدين المسيحي والإيمان المسيحي. أنت ذكرت المحبة، ما هي المحبة بدها تكون بشغلك تصير حلو. صحيح. بدك تحب شغلك، بدك تحب الناس، بدك تحب. شو الفرق؟ الحقد ما بيعمل شيء، الحقد بتعبك وبتعب الناس اللي مقابلك، بالعكس ريحهم. بدمر. ريحهم. صحيح. أنت تكون تحب هالناس بدون أي مقابل، هون وين بتصير المحبة مضبوطة؟ أنت ما بدك شيء من هالناس، بدك بس إنه يكونوا عم يتعاملوا معك بطريقة مضبوطة، الاحترام والتقدير والقانون إنه ينفذوه حسب ما هو، ونحن جايين تنساعدهم. نحن هلا جايين تنحكمون ونتجنن. قديش تعليمك المسيحية اللي اكتسبتها عبر هالعمر الله يطول بعمرك رئيس عصام، وعبر نشأتك بكنيسة وبمدارس تابعة للكنيسة، قديش تعليمك المسيحية مأثر على أدائك وطريقة شغلك باستقبال الناس، بخدمة الناس، بقول الصدق للناس، بصراحتك مع الناس، بعدم خداع الناس، بعدم الكذب على الناس؟ يعني هل مفهومك المسيحي هو اللي بيوجهك بهالموضوع؟ أما اليوم بتشغل أنت عقلك وبتقول أنه القانون لازم يسوق كذا، وما بتخلي عندك هيك حس إنساني بالموضوع؟ في مثل بيقول، انا بعرفك كثير منيح رئيس عصام، انت قريب علي، يعني حي كبير وبعرف كل شيء عنك، بس انا عم بقول انه اللي ما بيعرف تتخبره. في مقوله بتقول انه السياسه هي فن الكذب. صحيح. هذا بالعكس، هذه مقوله غلط، لانه بلبنان بيستعملوها فن الكذب، بس بالعالم كله مش مزبوط. فانا نحن عم حاول، انا لاني انا انسان عندي ايمان وبشتغل حسب إيماني، وبعرف إنه ربي شو طلب مني. بمجرد إنه طلب مني المحبة، يعني أنا بحب، مش لازم ضر الناس، والكذب هو من ضرر للناس، لأنه أنت عم تكذب على هالإنسان. هذا الشيء أنا ما بدي أحكي عن نفسي تما يتخذ فكرة إنه أنا عم بحكي إنه أنا متدين كتير، لا، أنا يعني بعدني هالصغير، طبعاً نحن عم نحكي أول عن تصرفك. بطريقة مش عم نحكي هون عن الدين، عم تقول هل التصرف نابع من الإيمان؟ أكيد أكيد. التصرف اللي هو راقي النبيل اللي بيقدر يعني اليوم ببلديتي بيقود رئيس عصام، إذا فتنا نحن ما بنسمع عيطة، ما بنسمع صرخة، ما بنسمع على كلمة حلوة، بتستقبل كل إنسان اللي فيك تخدمه بتقول له فيه يخدمه، ما فيك بتجرب، وإذا ما كان فيك بتقول له يا خي أنا ما فيي، ولكن في بساطة بالتعامل، في طريقة حلوة بالتعامل، سلسة رايقة. يعني إذا حتى بدك ترفض شغلة لحدا تاخد إلى أقصى تروح فيها للآخر تقدر ترفضها، يعني مش دغري بتسكر له إياها من الأول، حتى بشعوره أنا بفسر له، لا مش وقداش ما بقدر أعمل له إياها، لأنه بالقانون بتكون ما بتنعمل، أو مش قادرين نحن كبلدية مش طاقتنا أنه نعملها. أنا إذا بتلاحظ عندي على المكتب في الإنجيل حدي على طول، ما بعرف إذا لاحظت هذا الموضوع. صحيح. وأنا بصلي قبل ما أجي على شغلي، وبصلي قبل ما أنام، وبصلي يعني دائما قريب على ربي قد ما بقدر. هذا الشيء يمكن عم بيساعدني، لانه انا دائما ما بتكل على نفسي وما بتكل على البشر، بتكل على الرب، مش بتكل على الله. يعني انت ضد نظريه انه خلينا نحن بالشغل ما بنفوت يعني مفاهيمنا وتعاليمنا، بس هي الشغل شغل في صرامه في كذا، بهاي نحن ما بنفرق، بس انت بايمانك هذا شيء شخصي. انا ما بيجي اقول لواحد مسيحي او مسلم انه نحن انه بالشغل في قوانين في انظمه كذا، ما بنخلي هالطراوه اللي بتيجي من الدين وهالتسامح والمحبه اللي بيجي من الدين يدخل نتفي بالشغل بيطر الاجواء. نحن كمان صحيح بلديه وقانون وشو، بس نحن كمان سياسه. صحيح. وبدك تكون فن السياسه. صحيح. وهذا السياسه انه بدك ما تعرف تشتغل مع الناس. نعم. بتهذيب مزبوط، بوليه يعني، ما صحيح. هذه السياسه. صحيح. تكون مهذب مع الناس، وبدك تحترم الانسان تا الانسان يحترمك. مش حلو ابدا يخاف منك، لانه اللي بخاف منك وما تعود انت بالمسؤوليه وما تعود خيفان برد لك اياها، بصير في ردة فعل. لازم تخلي المواطن يحبك ويعشقك، هيك بتكسبه. بس اذا خاف منك بده يجي بفتره من فترات، ما حدا بيلوم غير وجه الله، بده يجي بوقت من الاوقات انه ما تعود انت لك تاثير عليه، بده يصير في ردة فعل منه. بس اذا حبك بضل يحبك على طول، وين بحبك بلاقيك عم تعمل معه بصدق. حلو. لما انت عنده ازمه انت تساعده، يعني نحن مش بس من قضيه اني انا بدي ساعده بامور البنايه والطريق، لا، نحن بنركض على البعايز بالمستشفيات اللي بنقدر نفوته. نحن عم نشتغل مع وزاره الصحه، وعندنا جمعيات بتساعدنا، عندنا المدارس نساعد بالمدارس مطرح ما فينا، اللي بنلاقيه محتاج مزبوط محتاج، مش حيالله شيء. وين فينا نحن نساعد هالناس كمان بالامور الخاصه،
عم نوقف حده. ما هيدي هي، بدك تساعد انسان بازمته، بدك تشوفه لما بيكون هو بحاجه لك، مش انت بس بحاجه له وقت الانتخابات. لا، هودي الست سنين هو انتخبك صحيح، بس انت هيدا في له ثمن انك انت بدك تخدمه الست سنين. بدك تتابعه، اذا مش نقول نخدمه، بدك تخدمه. نعم. لا، لانه بيجي رئيس البلديه بيجي للخدمه. صحيح. خدمه الشان العام. صحيح. شو اسمها هي؟ خدمه الشان. ما نحن اللي بنحط تعريف لكل الامور بنقدر نعرف شو هي. صحيح. يعني عن جد نص ساعة من هالحديث المميز عن، بدي أقول، طريقتك بالتعاطي والتعامل، عن طبعك بالتعامل، عن نشأتك المسيحية، عن التزامك الديني والتزامك المعنوي والأدبي مع كل أهلك ببيوت ومع كل الناس اللي عارفينك تماما. راح نفوت دغري على صلب الموضوع، طبعا هيدا جوهر اللي كنا عم نحكي فيه، هلا نفوت على الصلب. صلب الموضوع، عندنا نحن أربعة يعني مراكز دينية أو مقرات دينية أو ببيئوت. عندنا كنيسة السيدة الأثرية، أو هذه الكنيسة اللي دجا خبرتنا عنها، راح نرجع نكرر كتير، عمروها أبناء زينون الجد، يعني الأوائل الأوائل يعني اللي قلت إنه الأصليين هن اللي عمروها. عندها معزة وعندها، تعرف، لا إلا معزة كثير كمان، لأنه هن جدودنا وبياتنا تجوزوا فيها وتجنزوا فيها ونحن تعمدنا فيها، يعني الجيل اللي من عمري تعمد فيها. يعني شو بده يكون في أكثر من هيك لأنه نضل معلقين فيها. هي كانت مهمولة لما انعمدت الكنيسة الجديدة بالساحة، انهملت شوي هيدي، ما بعرف ليه. انا اول ما جيت على البلديه حبيت ارجع، لانه انا بحب التاريخ كمان، بقرا تاريخ طبعا. لا، وبتعرف قيمه التراث والتاريخ. ما عنده قيمه، ما عنده مستقبل. صحيح. تطهر تاريخك انت تقدر تستمر قدام، بمساعده شباب كثير من الضيعه وبمجهود شخصي، ما انه مجهود بلديه. رممنا حوالي الكنيسه نحن عندنا مخطط لترميمها من قلبها للمستقبل، بس كل احوال الكنيسه كان شيء حرش، كان شيء مش موجود، شيء في قطعه ارض. يعني هي كل عملنا لها جلاله، حجار مقصبه مرتبه، زرعناها زيتون، بلطنا لها الساحه كلها بالصخر، عملنا لها حيطان دعم، عملنا مثل بير مزار. يعني شو اللي لازم، يا ريت في عندك صور انت مصورها تقدر تبرز لنا هذا الشيء اللي عملناه. لا، لانه هيدي بتعني لنا. اخي ما بدنا نعمل فيها شيء، قديس واحد بالسنه بيكفي، بس انه تكون قبالنا على القليله نتذكر اللي عملوا بيقود. ما فينا غير ما نتذكر سبب وجودنا هون. صحيح. هيدا وهودي ما بقى في شيء، ولا بيت ولا شيء غير هيدي. هودي سبب وجودنا نحن ببيقود، لا نحن من تسبيل لهالضيعه، بسبب هالناس اللي تعبوا وحطوا العرق والجهد، لانه حطوهم حجر فوق حجر، لانه عمروا الكنيسه. كل بحصه فيها لها قيمه. ومش موجود مثلها هالكنيسه بكل المتن. صحيح صغيرة، بس مش موجود مثلها ولا بطريقة عمارة اللي هي عفوية. منن هن شغلتهم العمارة عفوية، يعني كيف عمروا. خلينا، يا ريت فينا نشوفها، يعني إذا كنوا أخذين شي صور عنها. أكيد أخذين، إذا المخرج بلاقي لنا صورة عن كنيسة السيدة الأثرية بيقود. الكنيسة الأساسية، كنيسة السيدة الأثرية، اللي اليوم هي عم تكون كل أداديس فيها وكل المناسبات. كنيسة الرعية هلانية اللي نحن عم هيدي كمان. انا بتذكر بي اللي ممكن عم يسعى كانه تتعمر الكنيسه، مشان هيك كمان يعني عمره شيء 40 سنه، اي اكثر شوي، بالستينات، اي اكثر شوي من 40 سنه. انه كنيسه منيحه وحلوه، صار بدها هلانيه تجديد، لانه كبرت بيوت. نحن كنا 50 بيت ببيوت، هلانيه صرنا اسم الله عندنا 15000 نسمه، كبرت كالسكانيه يعني. صالون الكنيسه سعينا فيه، كانوا مبلشين فيه كمان، ومشكورين اللي بلشوا فيه للجنة الوقف واللي سعيوا انه ينشئوا صالون الكنيسة ويعمروه، والبلدية اللي سابقة كمان كانت عم تساعد بالصالون، بس كان واقف الصالون، ما عم يصير في تقدم. اول ما جيت انا على البلدية كمان بلشت ساهم، دفعت باتجاه يعني لك انا تبعت اسلوب انا اني اشحد كرمال الكنيسة. طب هيدا الصالون ما كان في غيره؟
شو السالون؟ لا ما كان في سالون. طب وين كانت عم بتكون تصير النشاطات الرعويه ومثلا يعني العزوات والافراح؟ في صالون صغير. صغير. ايه في صالون صغير يعني صالونين صغار يعني، بس هذا صالون كبير 650 متر وصالون مرتب يعني بيليق بكل اكيد البيوت عم تكبر. وصرنا هلا على التطور، ما نعمل شيء متطور مثل ما لازم. بلشنا نشتغل فيه ونقدم المصاري مش من البلدية بس، البلدية قد ايه فيها تساهم للكنايس وللرعاية، كانت عم تساهم تعمل وجباتها، بس كنا كمان عم نجيب من الناس. انا ما بستحق انه بيقولوا تشحد للكنيسة، بشحد للكنيسة بس مش عم بشحد لقلي. شرف هيدا، هيدا شرف لقلي اني نعم. عم ساهم وعم جيب مصاري انه نخلص هذا السنة. وتقريبا احنا بنقول انه 95% من الشغل بالصالون خلص، حتى الفرش بلشنا فيه، بعد في تفاصيل كثير صغيره بس بلشنا نستقبل وان شاء الله يعني هالسنه بنكون خالصين منه نهائيا، بهمه الشباب الطيبه واللي عم بيساعدونا والواقفين حدنا، وبهمه كمان بوكلاء الوقف. الفرش رح يكون فرش ستيل عادي كراسي عادي مثل الصالونات، بلشنا فيه وجبنا قصن. نعم. كل واحد عم بيساهم من جيبته الخاصه ومن بيجيب مساعدات ومن كذا، هذا الشيء اللي عم بخلينا نتقدم نحن بالموضوع بسرعه. مزار الام الحزينه مزار عجائبي انتم بتقولوا عنه ببيوت، وهو اكيد عجائبي يعني، يعني ما في يقول الا هيك. شو بيعني لكم هالمزار؟ كيف انشئ هالمزار؟ هذا المزار اكتشفه راهب من مرموسه مرشعيع للرهبنه الانطونيه، وبعد في نسوان كانوا بتعرف يسلقوا من زمان. نعم. شافوا مغاره، يمكن جابوا صوره حطوها هونيك، صوره ام الحزينه. يعني انا عم بحكيك انا من قبل يعني قديم يعني الشغله، من 100 سنه ما بعرف تاريخها، 150 200 سنه ما بعرف. صدفه، وكان صدفه انه مارق الراهب الانطوني مرشعيع وشاف هالمغاره، المهم زبطوها مغاره بس بالحواره يعني. صاروا يجوا صوره، صوره ام الحزينه، صوره ام الحزينه، يجوا هالناس و هونيك يصلوا وباركوا وما بعرف شو، صاروا يحسنوها شوي شوي. بعدين في الشيخ جلي السمراني من زلقه، قاعد بالزلقه، صار معه حادث يعني حادثه مرضيه، نظر لسيده البيوت، ما بيعرف شيء، بيعرف هذه المغاره وبيعرف هذه الصوره، اذا بتصححوا بده يظبط المغاره ويعمل مثل كنيسه صغيره حواليها. ثاني يوم ما بيشي دغري الله خلص، حب العذره يكون عندها مزار، مزار هونيك اشتغل وقدم هو المزار، رجع صارت الناس عم يشوفوا للمزار. هذا مزار ام الحزينه كثير حلو، كثير حلو عن يعني جد بالفعل، واعيد ام اعيد، وبعدين في خشوع يعني، يعني انا بتمنى كل الناس تروح تزوره، لانه يمكن كنيسه ام الحزينه ما في بالمنطقه ابدا عندنا، هذه الكنيسه الوحيده الموجوده بمنطقه المتن او ما بعرف حواليها، واثريه وكتير حلوة، بتمنى زروها، خاصة بأثنين تهنئة العذراء مريم، أثنين نعم. الفصح بيصير في احتفالات كبيرة، أثنين البعوض، أثنين البعوض بيصير في احتفالات كبيرة، وفي أناليس طول النهار ونعمل شغلة كتير حلوة حلو. وكذا مرة طلعنا على الإذاعات وعلى التلفزيون وأبرزنا هالموضوع، بنعمل مثل مهرجانات ومثل مناسبات. وكمان صار كل واحد يعني يتشفع على سيدة بيقوت مثل ما بيقولوا، هي الأم الحزينة وعم تشفي، ويجوا يقدموا. رجع كمان الشيخ جلي السمراني طلب منا شغله ثانيه كمان، استجبت له، اشترى ارض حدا دغري بلزقه وعمر بيت للخوره، هلا يعني قاعدين في ناس حاطين ناس تخدم هذه الرعيه، عمر بيت كمان لام الحزينه لها، وبلشت توسع ام الحزينه واسمها يكبر. وكانوا يعني قبل هلا يعني صحيح تعمر حواليها بنايات، بس قبل ما كان في بنايات وكانت احجار احراش صنوبر، كانت حلو كثير، كل اهل المنطقه يعني 5000 10000 شخص، يعني عم بحكيك انا من 15 سنه و20 سنه ولورا، كل اهل المنطقه هيدا التنين اني بعيد بام الحزينه يجي يزوروا المزار بيكنيك وما بعرف شو الاخرين مثل ما بيعملوا يعني. هلا تعمر حواليها، شو بنعمل؟ هيدي هيدي حلو كثير، بس خبريه المدينه عم تسحب علينا. ايه كثير حلوه الكنيسه، بس انا يعني بقول لكل الناس يتشفعوا لها لانه ان شاء الله بنزورها قريبا. وان شاء الله بيكون كل انسان عنده اي طلب واي حاجه يعني ينظر لمزار الام الحزينه العجائبه ببيقوت. داير سيده البيره كيف بتشوف داير سيده البيره؟ يعني شيء حلو لبيقوت يكون هالدير فيه.
بونا يعقوب له مثل ما قالوا بجاي بنايا دار الصليب له بيقوت نفس الشيء لانه كان يعتبر انه بنايا وبيقوت ضيعه واحده نعم. وهذه الاملاك كلها اللي بتملكها دار الصليب هي تابعه لدار الصليب، هي املاك اصلا تقدمه نصها من اهل بيقوت كانوا يقدموا له لانه كان يخدم بونا يعقوب القديس البار. هلا بيك بفوق لابونا يعقوب كيف بي ايه كيف لكان انه كانوا يعرفوا شو كانوا يتعاملوا معه كان لجان الوقت عايشين عايشين معه لا نعم. الجيران شو بيقوت وبالنهاية دار الصليب ما هني مدرسة الفالبرجاك هذه بيقوت وسيد البير بيقوت يعني الرئاسة العامة لدار الصليب كله للرهبنة هي بيقوت بدار سيد البير نعم أكيد بيعني لنا منطقتنا وبنا يعقوب قدس لنا المنطقة اللي كان يجي عليها وكان يشتغل كانوا أهل بيقوت إن اللي يساعدوه كانوا يزرعوا ويعملوا الجنينات والجلال وهذا كله مين كان يعملوا كانوا يجيبوا ناس من برا لا أبداً مشاركين في أهل بيقوت وهذه أرض بيقوت وكانت كلها لملك أهل بيقوت وهن اللي مساهمين بدار سيدة البير وسيدة البير صار في كان اجتماعات الجبهة اللبنانية من قبل ويعني المساعدات يعني فخر يمكن لبيقوت أكيد فخر الدار في هذا الدار اللي احتضن الجبهة اللبنانية اللي كانت قضيتها قضية وطن كامل وامتزج كمان طبعا بإرشاد الإكليروس بدير سيد البيري سيد البير سيد البير لأنه في بير هونيك في بير سيد البير لأنه حافرين بير حلو كثير أسامي العذراء اللي عطول آخر أنت زيك مش زاير بالدير هونيك لا أنا مش زاير وبعد يعني معالم كثير كثير مهمة وكثير حلوة نعم. دير سيد البير وقريبة يعني, يعني وقريبة إيه بس شيء حلو حلو كثير حلو يعني. كثير سيد البير بعرف إنه والكنيسة اللي موجودة رح روح زورهم أكيد الكنيسة الموجودة جوا والشغل المشغول فيها كمان اسمه سيفوساء المحطوطة حلو ما بعرف ما بنقدر نقرب الصورة كتشير شيء رائع فن رائع الرئيس بدي اقول لك شغله يعني من اول حلقه بياخذ هالقد وقت بالحديث عن الرعايا وعن الكنائس وتفاصيلهم وكل وحده وكذا قد عن جد قد ما انت ضليع وقد ما انت عايش الكنيسه بضيعتك وبتعرف عنها كل شيء وانا كثير بهمني هذا الموضوع وما بهمني كثير الزفت والتروتوار وكذا لا بهمونا طبعا لانه انت كل يوم بتعملهم كيف لك كل يوم فيك تعملهم بس هيدي الالتفاته كثير مهمه اي عيد بتفضلوا اكثر بهول الاعياد كلهم تبع الكنايس يعني اي عيد بتكون فيه بيقوت مبسوطه وعامله حفله عيد يعني. تهنئه العذراء مريم تنين بعوض يعني تنين بعوض مريم ام الحزينه بيصير في احتفالات قدام الكنيسة نحن بنعمل احتفالات أكثر شيء بهذه المناسبة إن كان الجمعة العظيمة أو التنعيم هؤلاء مميزين ببيقوت نعم يعني بنعمل احتفالات بيجوا بيعين بيقعدوا على الطرقات بيجي بيصير في نشاط هذا الاحتفالات الشعبية الحلوة اللي لها رونق مش مثل هالمهرجانات الفضفاضة اليوم اللي عم بنحط عليها مئات ألوف الدولارات بتحسها فارغة بتحسها ناشفة التيكتات عم بتكون غاليه بتحسها ما لها عيد اما العيد اللي بيكون الناس فايته ببعضها كلها كتفك عم بيضرب بكتف جارك هذا عم بياكل فستقيه هيدا عم بيشتري عرنوز درة من هون هذا الحديث هذا اللي له زمان ما شاف قرايبينه هيدا الانسجام الارض الجمعه اللي عم تحكي عنها ما عدنا عم نفكر بالعيد نحن كعيد كصلاه وكايمان صرنا نفكر بالعيد كحفلات وموسيقى نعم. مين بيحط مصاري اكثر يعني وانه ما بنجي على الكنيسه بنجي حد الكنيسه صح. نشتري وانه نعمل مهرجان ويجي مطربين واموال تنحط بشكل انت ضد نظريه هودي المطربين لا 100000 اكيد اكيد ضد انا مع انه ينعمل شيء منيح شيء مرتب بس بالمعقول بس بالمعقول يعني انه المصريات اللي عم تحطهم كان الجمعيات او البلديات او هالناس ما بعرف كيف ما بعرف نعم يجيبوا الأموال طي إنه يصرفوا إنه 100,000 يعني دولار بتزفت لك مثلاً مظبوط كل الضيعة أنا زفت لي يعني ضيعة كلها سنة سنتين بزفت 100,000 دولار أنا لا بقدر أحطهم لمطرب أو لا ما بعرف لما مع إنه في يجيب مطرب يكون مقبول ب10,000 دولار يكون حفلة بتجنن الفرحة بمشاركتنا بهذا الموضوع الفرحة صحيح. مش باللي عم بغني بس يغني لي أغاني المطرب وغني حي الله وحد 15 آب عيد نعم السيدة نعم عيد السيدة كمان بيعني لنا نحن ب 15 الآب بيصير في حفلة حد بساحة السيدة بساحة بالضيعة يعني كل سنة وبنعمل حفلات كتير مهمة وقلنا بالعادة كل سنة نجيب مطربين مش إنه الدرجة الأولى على قياسنا تنتشارك بهالفرحة
مطرب منيح وبروجرام كثير حلو. بتفكروا في عشا قروي على عيد هالسنه؟ هالسنه الوقف عم بيحاول يعمل مسرحيه ونحن انبسطنا اكثر. لا لانه بهالمسرحيه بده يشاركوا اهل الضيعه كلهم، هن بده يمثلوا. حلو كثير، هذه فكره كثير حلوه، نحن شجعناها وقلنا يا ريت من قبل بلا ما نقعد نجيب من برا نحن نعمل حفلتنا. حلو كثير. هلا هي لجنه الوقف الخوري والخوريه عم بيحضروا لمسرحيه، ان شاء الله انه تكون شيء منيح. ونحن حدهم شو بيطلبوا منا، نحن كبلديه دائما حد الوقف، دائما حد الرعيه. بس بحب الفت نظر هون كمان انه صحيح هلا عم نحكي نحن عن الرعيه المارونيه او المسيحيه، بس نحن كمان الاوقاف الاسلاميه اللي بيقعد نحن كمان نساهم فيها ونعمل واجباتنا، لانه نحن بنعتبر حالنا انه في عايش بمشترك ببيقوت، مش تعايش مشترك، عايش مشترك. نحن كلنا ببيقوت، اي معلم ديني بده اي مساعده، بده اي نشاط، بده اي شيء. مجموعه وحده انتم ببيقوت مثل ما بتعملوا الكنيسه بتعملوا. ايوه عم نشارك فيه قد ما بيحمل، كل مطرح قد ما بيحمل. نعم. يعني ما فيني اقول انا بهالكنيسه عم ساعد بهالقديه الكنيسه او بالجامعه هون عم حسب متطلبات واحتياجاتها. حسب متطلبات الموضوع، وهذا الشيء نحن عملناه مش ما انا نعمله، لان انا عم نعيشه يوميا. ونحن كلنا ايد بايد. اذا نحن مدعوين نحضر مسرحيه ب 15 ايام في كل الناس بيقود، كل الناس من اخراج وتمثيل اهل بيقود. اهل بيقود حلو كثير. كيف كن يعني مش هينين بالاخراج ان شاء الله بتطلع منيح. اكيد بعرف منيح، لانه المحبه هي اللي عم بتطلع هالناس يشتغلوا. نرجع بنكرر اللي بتعمله بمحبه بيطلع. طبعا طبعا. جمعيات اليوم عندكم جمعيتين، يعني من الجمعيات اللي لهم اسم في لبنان، إن كانت جمعية يدنا الخيرية أو جمعية إيراب اللي هي مشهورة واللي عندها كثير من أعمال الخير. كيف تعطيك مع الجمعية؟ إيراب هي مسؤولة عن أيدينا، يعني هي جمعية وحدة بس مشغل خياطة مشغل وكذا، تعاوننا معهم منيح. كان في عاملين مستوصف قبل، ورجعوا سكر المستوصف ما عرفت ليه الأسباب، هذه قبل ما فترتي أنا. هلا ني راح نحاول نحن وياهم نرجع نعمل اي نشاط جديد، بركي بيقدروا يعطوا اكثر لبيقود تنتعاون اكثر. بدي شوي تخبرني عن طالما نحن بدنا نفوت هلا بموضوع البنى التحتيه وبيقود واشغال بيقود هالايام. اليوم في حديقه عامه بتعني لك كثير، هيدي مشروعك، شو بدك تقلنا عنها؟ مبنى حديقه عامه ومبنى للحديقه، ومبنى لانه نحن ببيوت البلديه منا مبنى تبع منه كبير، هو شقه مؤقته. طبعا مؤقته، هي ملك البلديه، ما في عندنا مطرح نعمل اي نشاط ثاني. ما عندنا قطعه ارض للبلديه تانه نعمر فيها كمبنى بلدي، بيت بلدي، مش هنسمي قصر، ما بحب التسميه. وعم نسعى انه نشتري قطعه ارض لانه نستملك نعمل فيها هذا البيت البلدي. عندنا حديقه حاولنا نعمل فيها مبنى نعمل فيها النشاطات الرياضيه والثقافيه وكل شيء فيها، المهرجانات بيقود شو فينا نعمل نحن نعمل فيها، وعم نشتغل فيها، خلصنا للبيتون وهلا نيه بدنا نكمل انه ننجزها. وكانت هذه انجاز، وعملينا بشكل بيت قروي، انا بحب دائما قديم مدري ليه، بيت قروي والحديقه اللي قدامه مساحتها مش كبيره كثير، هي 1000 متر كارض، والبنايه عم تكون فوق الارض 80 متر بشكل فيلا هيك حلوه، وتحت الارض في طبقين كلهم هولي للمهرجان للاجتماعات للمناسبات للرياضه للثقافه، لانه لازم ننمي بس كمان مع الحجر مثل ما قلنا ننمي كمان الروح. الروح بتصير بالثقافة بالموسيقى بالفن. إن شاء الله لما نخلص هذا المبنى ونخلص هذه الحديقة يكون في عنا شيء حلو، ورح ندعيك على الافتتاح. طبعا رح كون عم بقدم الافتتاحي. هذا إنجاز كثير أكيد بيقود عزيزة يا ريس، ونحن حدك، ويعني اليوم هيدي التعاون بين أهل الضيعة والمجتمع المدني والمجتمع الإعلامي وانفتاح الضيعة شيء كتير مهم، ويمكن أنت هذا اللي سعيت عليه إنه ما نكون في شيء مقوى، يكون في انفتاح ببيقود، وكل اللي بيجي عليها أهلا وسهلا، وكل اللي قادر يعطي فيها أهلا وسهلا، وكل اللي قادر ياخد شيء كمان تكرم عينه من بيقود. هيدي أنتوا عندكم حقه، هيدي أنتوا عندكم إياها.
يعني عن جد اليوم هالضيعه اللي فيها صناعه واللي فيها سكن واللي فيها تجاره، وعم تقدر اليوم انت يعني تنسق بيناتهم عصام زينون، وما عم بتخلي يعني شيء يضغى على شيء، وما عم بتخلي شيء يفوق على شيء. هون هيدي نقطه اساسيه. نحن بيقود اصلا منطقه سكنيه بامتياز، نعم، وعم نحسن هذا الشيء، يعني عم نحاول انه نكون هي تله فوق الساحل، انه حلو القعده فيها الرواق والهدوء، توصل على بيروت بخمس دقائق. صحيح. على سنتر فيل بدك خمس. صحيح. دقائق. صحيح. على الاوتوستراد نهر الموت بدك دقيقتين من بيقود، وطرقاتها كلها مسهله لكل الناس، يعني اي اتجاه انت بدك تاخده تاخده بكل سهوله، ان كان شمال ان كان جنوب كان جبل، كثير نقطه حلوه. نحن لا بدنا نشد على الاشياء السكنية، وإذا فينا نحن عم نحاول نشجع إنه يصير في شيء سياحي، يعني مثل أوتيل، مثل أي منتجعات سياحية. هلا الصناعة بتصير على أوتوستراد المتن السريع، يعني نهر الموت. نعم. منطقة صناعية عندنا منيحة منيحة ومرتبة. هلا نيم ضعيفة شوي، في أراضي كثير، بس بعد ما انطلقت مضبوط. نحن كل اعتمادنا ببيقوت هو على المنطقة السكنية. عندنا شركات كتير مهمة، خاصة سيارات وشركات جديدة، ما بدنا نسمي احسن ما نعمل دعاية، بمنطقة نهر الموت، وان شاء الله شوي شوي عم نشتغل نحن ونتعاون مع الكل ونسهل نهر الموت الشرقي مش الغربي. ايه اكيد، يعني مسلك النزول تبع المتر السريع. نعم، لانه يمكن النهر اللي بيفصل بينكم وبين الزلقه هو ما في نهر اصلا، يعني هي سائل يسموه يعني نهر الموت، ما في شيء منه الموضوع. هو اللي بيفصل بينكم وبين في بيفصل بيننا وبين جديده ورومي والزلقه. جديده ورومي الزلقه بتصير على جنب، نتشارك نحن وجديده ورومي وبصليم، نتشارك هذا المنطقه اللي بيقولوا له نهر الموت، نتشاركها كلنا. بس طبعا في حوالي حياه، اكيد نحن عم نحاول انه نشجع الصناعه بهالمنطقه، بهالمنطقه بالذات لانه هي المنطقه الصناعيه، وعم نسهل لكل المستثمرين اللي بيجوا انه ياخذوا رخص صناعيه، انه ايه حسب شغلات كمان مرتبه، لانه هلا كان في جبالات بتون كان في كذا، لا نحن منعناهم، ما مش مسموح بقى هذا الشيء. سنترالات بتون ما بقى في عندنا بيوت اقله، لا برت بيوت ما دخل. نحن بدنا نحسن من مستوى، بدنا نحسن من مستوى المنطقة الصناعية. وثاني شيء هذا بيعمل كثير غبرة وبيعمل البحث على الطرقات وما منيح. نحن لما بتكون كلها صناعة حديثة، صناعة مرتبة، صناعة عندنا في مطارح كثير ينعمل، إذا مسموح نسمي بنسمي شركات بيتون كبيرة مثل جحشان للبلاط، عندنا نجم جروب أهم مصنع للرخام بالشرق موجود ببيقود، شركة رامكو اللي مستلمة النفايات. إذا بتشوف شركة رامكو المعمولة ببيقود، ما بتقول إنه هذه إنه شركة بتهتم بالنفايات، بلم النفايات، بالعكس شيء حضاري وشيء كتير مرتب. عم نسعى لهيك شغلات، إنه يكون كل شيء مبني يكون بشكل حضاري. حكيت عن الصناعة وسعي بلدية بيقود إلى تحسين فرص الاستثمار الصناعي في المدينة الصناعية، ولكن بالمقلب الثاني اليوم بلدية بيقود وعصام زينون عم بخططوا لنيو بيقود، المنطقة النموذجية السكنية اللي بتعتبروها منطقة فيلات مثل ما بيقولوا، اللي هي الهضبة اللي أعلى نقطة ببيقود. مطلع على كل شيء انت طبعا. ايه في عنا منطقة كنا نسميها هي تلة أم الحزينة، يعني بنسميها ومن مبسوطين بهالاسم، بس عم نضيف لها شيء جديد ترمز لها شو هي عم نعمل، يعني هذا رمزية انه نيو نيو بيقود، يعني تصير تجذب المستثمرين. لا ما بدنا مستثمرين كلاس، يعني هاي الناس كلاس نيو نيو، لا لانه بيقود كضايعه كانت مبنيه، يعني فيها نظام بناء وتلاصق، مش هيك صارت مكتظه بالسكان وكثير بنايات متلاصقين. نحاول نحن مطرح اللي فينا انه نخلي فسحات خضراء بين البنايات بالطرقات، هلا عم نستغله. هيدي منطقه تلي عم نحاول نحن نشتغلها بشكل كثير مرتب، وعم نعمل لها دراسه، يعني دراسه فنيه كثير مهمه تكون مدروسه، مش انه عملنا تروتوار وعملنا رصيف وعملنا مجرور وعملنا هيك، لا كله شركات هندسيه هي حطت لها الدراسات ومنفذها على هالاساس. هي رح تكون قسم منها هو فيلات،
وقسم الثاني هو أبنية، بس نحن كتير عم نتدخل بهذا الموضوع بشكل الحجر اللي عم ينحط من برا، الدراب زين اللي عم ينحط، الشكل تبعها تتكون منطقة نفتخر فيها، تكون ما بدنا نقول انه في الرابي وفي ما بعرف وين النقاش وفي لا في بيقود، بنصير نقول كمان هي من المناطق المهمة. وهل معقول يكون ينفتح لها طريق مفتح لها طريق جانبية خاصة؟ طرقاتها لا لا خاصة، هي في لها طريق يعني. نعم. وطرقاتها كثير منيحة مش مزفتة بعدها، هي مشقوقة. نحن هلا عن دراسة وكل شيء عم نشتغل، هلا انجزنا عملنا المجارير فيها، صرف الصحي عملنا. نعم. لكل هذه المنطقه هي بتجي مساحه طرقات فيها شي 2 كيلومتر ونص 3 كيلومتر. بلديه عملت الصرف الصحي كمان بشكل مرتب وبشكل مدروس، كل شيء هيك عم نعمله. ملكيه الارض لمين؟ لاهالي بيقود يعني؟ لا ما لنا لاهالي بيقود طبعا. نعم. تتاخد عنصريه الشغله انه احنا عم نكب مصاري لانه هاي اللي بيملكوها اهل بيقود، لا فيها فيها من الزلقه، فيها من غير مطار، فيها من يعني في عدة ناس وبيملكوا فيها. انت عم تشتغلوا هالإفراز؟ أهل بيوت ما قالوا ولا قطعة أرض فيها. بس هذا الشيء ما بيمنع أنه نحن عم نحسن منطقتنا هذه بيوت، وهولي بيصيروا من أهلنا، اللي بيسكن ببيوت بيصير من أهل المنطقة، مش ضروري ينتخب ببيوت، ما هو عم يدفع ضريبة مثله مثل التاني. صحيح. بس في فرق أنه هو ما بينتخب. لا نحن والزون كيف راح يكون فيها عمل استثمار رئيس؟ في عندنا 25-50 هذه فيلات كاسن فيلات، وفي 30-90، بس 30-90 عم نسعى انه يكون سوبر ديلكس شيء مرتب. طيب بده يعمر شيء عادي ثلاث طوابق يعني، في كثير في كثير قطع ارض يعني بغير نعم. مطرح انه ياخذها ويعمر فيها ثلاث طوابق وبده يكون شقتين بالطابق. نعم. ما بنسمع اكثر. هذه البلديه عم تتدخل بهذا الموضوع يعني بالتفاهم مع اصحاب مع المستثمرين، ومنطقه يعني بالنسبه للبيئه بعد وضعها بالشجر ممتاز يعني، بعد بريد بعد خام. هي بتكون جارة سيدة البير. حلو. جارة سيدة البير، وسيدة البير منطقة أكيد ما بيتعمر فيها لأنه كلها كمان شجر الصنوبر وهيك، هذا داير. هي دغري حدا لسيدة البير. يعني نتمنى إنه هذا المشروع السكني المميز رح يكون ببيقوت ويكون يعطي جمالية أكبر للضيعة، نتمنى له كل النجاح والاستثمار السريع في من قبل المواطنين. طبعا حكينا عن النيو بيقود، بيقود اليوم عم تشتغل فيها شغل دؤوب ويومي، ان كان بالتعبيد وان كان بالاناره وان كان بالارصفه وان كان بالحيطان، لانه اليوم شفت صور، انا صور حيطان مكردي الصخر معمولين ببيقود، كانه الواحد عم بيعمل حيط بيته او عم بيلبس بيته بهالدقه. وطبعا كان فيهم شيء حلو كثير، كان فيهم في صليب بالحائط كمان، معمول كمان بطريقه حلوه كثير، الصليب بنص الحائط، صليب الكنيسة. كبير حد الكنيسه. بتشرف شخصيا على هالاشغال؟ اي اكيد، انا على كل شيء بالتفاصيل، بالتفصيل الممل. نعم. ما بحب شغله غير ما انا اشوفها واعطي رايي فيها، لانه بحب اعطي للامور الجامده، بحب اعطيها روح وحياه. فيك من الحجر تعطي حياة إذا عملته بشكل حلو بجمالية معينة، جمالية معينة. الزهرة حلوة بتعطيك حياة، وكل شغلة بتعملها بتعطيك حياة. نحن عنا ببيقوت ورشة دائمة يومية، ما في نهار ما عنا شغيلة على الطرقات وعم تشتغل. بعرف من بيج الفيسبوك اسم الله يعني. كل يوم إذا تطلع بيج الفيسبوك على بيقوت مونيسيباليتي بيبين عنا كل يوم شو عم بيصير كذا، والأرصفة عم بينشغلوا بطريقة رائعة كمان. رئيس أنا بدي هنيك على حسن اختيارك يمكن للمتعهد اليوم، أيامات على طول منلاقي مشاكل بين رؤساء البلديات والمتعهدين أو لجان الأشغال بالبلديات والمتعهدين، يعني مثل ما بيقولوا باللبناني الدارج دبي وعصري يعني، كل يوم كل يوم كل يوم. أما لا ببيقوت يبدو أنا عم بتكون تلاقي يعني الشخص المناسب يتعهد بطريقة مناسبة. يعني إذا بنشوف يعني اليوم الأرصفة على الزيح الحجار، الحجر البني، الصخر الحلو، الشجرة، عن جد ممتاز هالشيء. وهذا مبين إنه هذا شغل جديد، يعني هذا له يمكن 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين. كل مش أكثر. صارت من 5 سنين ونحن صرنا بالبلدية 5 سنين. يعني حلو نموذج هالطريق هيدي اللي زفتها منيح، اللي رصيفها منيح، لحيط الصخر حلو، اللي فيها شجرة وفيها عمود إنارة، يعني 5 مكونات لشارع
مرتب ونموذجي موجودين، يمكن في ثلاث اربع شوارع هيك ببيقوت، او عم تسعى عم نسعى انه نعملهم كلهم هيك، لانه هذا الشارع هذا مدخل بيقوت الاساسي. نعم، حاولنا نعمله بشكل مزبوط لانه كل منطقه بتمتاز بشيء. هيدي على القليل اول ما بتفوت او تشوف صوره لهذا المدخل بتعرف انه هيدي بيقوت. نعم، انه ما في مثله. اشتغلنا حتى على الاناره بالرصيف، عاملين اناره بالرصيف بالمناسبات بنضويها بتعطي الوان، يعني بنحط بنتحكم نحن بالوان الاناره بالرصيف. حتى الاناره تبع الليليه لاد، اول ناس ركب لاد بلبنان يعني هو نحن على الاناره الليليه. نعم، واستعملنا لمبات مميزه ما في منها، لان هي هلا بشوفوها عنا صاروا يسالوا من وين. استوردناها خصوصي نحن من اسبانيا، اجت خصوصي لبلديه بيقود. صحيح نحن بنشتغل على كميات صغيره، ما عندنا تعهدات كبيره على قدنا، لانه بيقود منا مدينه كبيره او عندها اموال كثيره. نحن حسن اداره يمكن الاموال والصرف هو اللي عم بيساعدنا انه نعمل هالشيء، عم نعملهم قطع صغار. يعني شو عايزين؟ نحن ما عندنا شوارع طويله عريضه تنعمل التزامات كبيره، بنعمل الشيء وكل شيء بنعمله بيكون حلو كثير متناسق. هذا الشارع اشتغلت فيه حتى اللي كانوا عم يركبوا هول الحجار، كنت اوقف انا يوميا على الحجر شوف الزاويه تبعه، تكون انا متاكد انه كيف بده يطلع هذا الشارع. ولا اني يعني يعطيهم العافيه للموظفين اللي عندنا ما بيلحقوا علي، ولجنه الاشغال مسؤولين عن الاشغال كمان ما بيلحقوا علي، يعني ما بيصدقوا اي نهار انا بغيب عن البلديه تيرتاحوا. بحب الشغل انا هيك. بعدين يعني مش انه لزمنا تنلزم، لزمنا بدك شغل جيد وحبه مسك، والا باي باي يعني وقف وفل. ما عندي حكي بهذا الموضوع ابدا. كثير حلوين يعني عن جد، انا فرجيتني على نموذج منه الرئيس طبعا بزرنا بيقوت كرمال نصوره هيك، ارصفه ممتازين، طريقه حديثه، شغل حديث، يمكن عندهم تكلفه شوي مرتفعه ولكن بتعرف انه اخذ شغل كثير. نحن ببيقوت ما عندنا جوره على الطريق، ما عندنا طريق محفرة أو بها شيء، ما عندنا مجرور مش مزبوط، ما عندنا أناية مش مزبوطة، ما عندنا لمبة مطفية. يعني الأشياء الأساسية كل شيء بموضوع البنى التحتية كل شيء كامل عندك على القليلة دوس سرفة على القليلة أكثر. ما بعرف لازم تعطيني أكثر. لا عم بعطيك بالقليلة بالأماكن اللي أنت معتبرها مش مشغولة بعد. لا اللي ما اشتغلناها. مدخل بيقود بدنا نعطيك عليها ديزناب. الأشياء اللي ما اشتغلناها لأنه إنه نحن ما عندنا وقت. إيه نحن ما ننجا يعني نبرمج شغلنا، ما فينا نعملهم كلهم فر مرة. البلدية ما عندها أموال إنه تشتغل الأشغال. يعني كل شيء بالتتابع، حاطين نحن جدول لهذا الموضوع، بس عم ناخذ الضروري قبل اللي مش ضروري. وهذا بس كله، هذاك اللي بعد ما نشغل بيكون منيح، بس بعد ما نشغل بس ما بيكون عاطل. يا ريت المخرج في فرجينا يعني غرفة مراقبة، فينا نقول عنا غرفة عمليات كتير حلوة مميزة ببلدية بيقوت. اليوم شرطة بلدية بيقوت باستطاعتها من قلب هاي الغرفة انه تقدر تراقب كل مداخل بيقوت وكل الشوارع الداخلية ببيقوت، كل السيارات كيف مركون، السيارات اللي عم تقطع حتى هالقد دقيقة الكاميرا بتقدر تجيب رقم السيارة. كل عنا ست مداخل، من الست مداخل قادرين نعرف كل سيارة بتفوت رقمها. حلو كتير. شو هي بتسجل رقمها، تأذى صار اي شيء نحن مش عم نتابعه، مش عم نحط على البيوت يعني عم نحط بالشوارع. تأذى صار شيء وهذه السيارة دغري نحن نعرف منين اجت، من اي شارع فاتت ما يدخل ومن اي شارع طلعت. ما عم بيخفيكم شيء يعني. ما بيخفينا شيء. اذا بنفوت ونطلع من امور السيارات مش عم نراقب الناس، من رقب الناس ما تهمنا. رئيس، من المراقبه لكمان شغله كثير اساسيه ومهمه ببيقوت، يعني من اول ما وصلت على البلديه سعيد انه في اشياء اساسيه تعتبر انت لازم تكون على يعني غرار النظام الاوروبي البلدي، انه طريق لازم يكون لها رقم، والشارع لازم يكون له رقم، والبناية لازم يكون لها رقم، والمبنى المكلف لازم يكون له رقم. ودغري من أول ما وصلت على البلدية اشتغلت على هالملف. اليوم بلدية بيقود شوارع مرقمة، بنايات مرقمة، يعني فيك تعطيني أنت عنوان بيقود إذا بدي أبعث لك أنفلوب أو دعوة. أكيد هيك عم نعدي. بيقود شارع رقم 601 هذا مطرح، هذا بيت تك 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 توصل، بيوصل الكارت بنايه 28 ما بتضيع. حلو كتير، يعني عن جد بيفتخر الواحد بس يكون في عمل فكري
يقارن مع العمل اليومي والعمل الميداني اللي على الأرض. هيك بصير الإنسان يستفيد من كل شغلة عم بيعملها، مش إنه حطينا مصاري على الفاضي. نحن بلشنا بالترقيم، كان بعد ما حدا من البلديات بلش بالترقيم. صحيح. من بعد ما نحن رقمنا هلا صارت كل البلديات عم تتبع نفس الأسلوب ونفس الطريقة. وتاني شيء بشغلنا نحن، أنا بهمني أكثر شيء إني ابني الثقة. أنا متى بنيت الثقة مع الناس ما بيهمني شيء، ومتى فقدت الثقة بتبني الثقة بدك تضلك تشتغل أنت عم تبني الثقة. تفقد الثقة بدك مرة واحدة، بدك ثاني تفقد بدك الثقة ثاني. صحيح. يعني بناء الثقة أصعب، مشان هيك بدك تضلك تشتغله كل يوم وكل يوم. أنا كتير بهمني إنه ابني الثقة مع الناس، وبهمني محبة الناس، لأنه أنا بحس حالي إني أنا ما عندي أي عدو. أنا صحيح مثلا أوقات بيكون في خصم بالسياسي، بس لما يخلص الشأن السياسي اللي احنا خصام فيه ما بعتبره أنا حدا خصمه. بدي أنا أهلي بيقولوا يكونوا كلهم تحت رعي، هيدي رعيتي كمان، هيدي رعيتك مش رعيتي هديك رعية الخورة ورعيتنا كلنا، نحن عناصر فيها بس ببيقوت كبلدية ما جبت سيط الخورة. هاتك هيدي... مش مبسوط من الخورة كتير. لا مشكلة. لا من إيه الكلام. بالعكس عسلام تبونا الياس يعطي العافية. وهو خادم الرعية بالنتيجة. نعم. والأمور الدينية هي من اختصاصه، من اختصاصه. وأنا بروح بصلي بالكنيسة وبتناول كل أحد. ومبسوط الخوري بتنسق. ما عندي مش ما عندنا مشكلة. بس يطلب منك إشياء ما فيش مشكلة. نحن يعني. الرعية شو بدأ نحن جند عندهم. نعم نعم. رئيس عصام بنص دقيقة بدك تتوجه لأهالي بيقود. انت الدورة الثانية ببيقود، يعني ثقة كبيرة فيك بشغلك بعملك. اليوم متفرغ للبلدية، كل جهدك بالبلدية، من 8 للتنتين إذا راح حدا على البلدية رح يلاقي فيها عصام زينون، ومن بعد التنتين للساعة 2 بالليل بالبيت أو بالمكتب عندك تحت البيت. يعطيك ألف عافية. كلمة لأهالي بيقود بختام هالحلقة. يعني أهم شيء أنا بدي أشكر أهلي بيقود، لأنه بعتقد لانه اللي بنرجعوا عطيوني الثقه مره ثانيه. هذا شيء انا اللي انبسطت فيه، انه بشكرهم على ثقتهم، لانه انتخبت مره ثانيه انا لانه وثقوا فيا. وهذا شيء كبير، وهذا شيء كثير بفرحني، وهذا شيء بهمني. انا ما بدي شيء منه غير الثقه. وانا بعهدهم انه احنا رح نضل نتعاون احنا وياهم كلهم بدون استثناء. اللي بعتبر حاله انه قريب، واللي بعتبر حاله بعيد يقرب كمان، لانه نحن بابنا مفتوح لكل الناس. بهدون انه انا على الطريق الوفا، وبيقوت هي ضيعتي واهلي واحبائي واولادي وتاريخي ومستقبلي. وين بدي اروح؟ هذه تاريخي ومستقبلي بيقوت. رئيس عصام زينون، يعني نحن عن جد انبسطنا كثير معك بهالحوار الشيق من القلب ومن الضمير بهالحلقه من بلديه ورعيه عبر تلفزيون نور الشرق. بدي اشكرك على حضورك، واتمنى لك لك ولا بلديه بيقوت ولا اهالي بيقوت وسكان بيقوت المزيد من التالق والنجاح والخير والطمانينه. وبدي اشكر كل مشاهدينا الكرام على متابعتنا بهذه الحلقه. بذكر انه هالحلقه تنعاد دائما الساعة 12 منتصف هذه الليلة، ومن ثم كمان فيكم تشاهدوها على اليوتيوب، وعلى طبعا بكرة فينا نشاهدها كمان على صفحة فيسبوك بيقوت مونسيباليتي. بدي اتشكركم، بدي اتشكر فريق العمل ببلدية ورعية، بدي اتشكر المخرج، بدي اتشكر إدارة تلفزيون نور الشرق. وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة الأسبوع القادم.